السلام عليكم، تحيات احترام وتقدير لكل الاصدقاء ديال القناه. كنحييكم من هذا المنبر وكنشكركم على التواصل ديالكم والدعم اللامحدود. شكرا ثم شكرا ثم شكرا، والشكر قليل في حقكم. تحياتي واحتراماتي لكم. راني الاخوان بغيت نقول لكم بانني بدلت الاسم ديال القناه من بغينا نصيدو، رديتها قناه عبد الاله بيش. هي النيت اللي عندي في صفحه الفيسبوك عبد الاله بيش، وتر قناه عبد الاله بيش اوفيسيال، غير باش يكون في علمكم. راه ما بقاتش ديك السميه ديال بغينا نصيدو، راه ولات عبد الاله بيش. ودابا ان شاء الله باش ما نطولش عليكم نبداو فتره الاسئله. بعد الفاصل سوف نواصل. السلام عليكم ورحمه الله جميع الرياس، معكم الرئيس ابراهيم، عدنا من جديد. تحيه لكم خوتي من الحداده للحداده، من طنجه للقويره. الاخوان قبل ما نبداو هذه الحلقه عندي لكم واحد الطلب اللي هو صغير، الله يجازيكم بخير الاخوان. دابا حنا يعني كتشوفوا كما كتشوفوا الرئيس عبد الاله تيقوم بواحد المجهود كبير يعني باش انه يجاوب على الاسئله، وباش حنا نديروا محتوى اللي زوين واللي مفيد، يعني ماشي فيه غير الحوت كتشوفوا اولا، فيه حتى الافاده، حتى كيفاش تصيد، حتى كيفاش تربط، حتى كيفاش دير المونتاج، يعني والخبره اللي كيعطيكم والمونتاجات من داكشي اللي كيدير هو، يعني ماشي غير اجي وقول، يعني داك المونتاجات اللي فعالين وعندهم نتيجه وضرب بهم الحوت. فالطلب الصغير الاخوان لاي واحد فيكم كيسمع هذا الفيديو، الاخوان ديالنا والاصدقاء فقط عاونونا بالبارطاج، عاونونا بالبارطاج، ما فيها باس الا تفرجتي في الفيديو تفعيل زر الجرس البارطاج. اللي عندكم اصدقاء ديالكم رياس بارطاجيو معاهم المعلومه، بارطاجيو معاهم الفيديو. عندكم مجموعات على الواتساب بارطاجيو فيهم، عندكم فيسبوك ديال يعني ديال الصياده وديال ترياس بارطاجيو فيهم يعني الفيديو ديال الرئيس عبد الاله. فقط هذا هو التشجيع ديالكم باش نعطيو يعطي الرئيس عبد الاله المزيد والمزيد. الرئيس عبد الاله نبداو على بركه الله. بسم الله على بركه الله. السؤال الاول الرئيس عبد الاله من عند الاخ ياسين. ياسين تيقول لك السلام عليكم، تبارك الله عليكم، كنستافدوا منكم بزاف، تحيه لكم. خويا عبد الاله عندي واحد السؤال، مثلا صيدت في المول وجاب الله سمكه من الحجم الكبير، بغيت نبيعها، واش ممكن؟ السلام خويا ياسين، تحياتي واحتراماتي خويا. صيدتي وجاب الله سمكه كبيره، راه ممكن تاكلها ولا تبيعها، انت اللي عندك الاختيار، انت اللي غادي تحدد. الا بغيتي تاكلها غتاكلها، كانت من الحجم كبيره بزاف وممكن لكش تاكلها، يعني غادي تضيعها ويعني والافراد ديال الاسره قلال، ممكن تبيعها، راه كاين غادي تجيبها للمارشي، راه بيع وشري غياخذوها من عندك، كون مأكد. راه الحوت ديال القصبه ما عنده قيمه، ما عندوش قيمه بتاتا، راه ما تقدرش توزنو بالذهب وقليل عليه. الحوت ديال القصبه راه ما شاء الله. السؤال الجواب راه كان واضح الرئيس عبد الاله. ندوزو للسؤال الثاني من عند الاخ تمازكو سولو، تيقول لك السلام عليكم، تبارك الله عليك الرئيس، الله ينورك. بغيت نسولك الرئيس على زريقه، واش كتسكن ولا ما عندهاش مرقد؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله الرئيس ديالنا. لا خويا، بالنسبه للزريقه حنا كنعرفوها هي من الاسماك المهاجره، كتهاجر اخويا، راه ملي كيدفى الماء كيسخن كتجي، وملي كيبرد الماء صافي كتغادر. هذه راه باينه بان الاسماك هي من الاسماك المهاجره خويا. زريقه كتقصد الشواطئ هي في الوقيته اللي كيبدا يسخن فيها الماء. تحياتي لك اخويا. الجواب كان واضح الرئيس عبد الاله. ندوزو للسؤال اللي تابعو من عند الاخ حميد الشريط. السؤال خويا الرئيس عبد الاله، انا ولد قنيطره وصيدت في المول، ولكن الترحيبه ديالي على قد الحال، كنت غير من صحاب الكليبات والسرغوات. دابا انا في برشلونه وفيها البحر الابيض المتوسط، كنمشي نصيد ولكن والو ما كيضربش اي الحوت، نصحني يا الرئيس. الرئيس العزيز الله يحفظك، بارك الله فيك خويا، وتحياتي ليك من هنا لبرسلون، كما كنحيي جميع الاصدقاء كاملين واحد واحد اللي خارج ارض الوطن. بالنسبه خويا البحر الابيض المتوسط راه ماشي هو المحيط الاطلسي. الا غتصيد في البحر الابيض المتوسط غتصيد بالليل، ممكن تغلط الترقيعه وتغلط الخيط لان الماء ازرق بزاف وكاين الفوندو. اما اللي غتصيد بالنهار غتصيد في الكوشات، غتصيد بالخيط رقيق، غتحاول تستعمل خيط رقيق، النيلو رقيق، وغتصيد بالطعوبي، لان كاينه زريقه كاين تما كيشدوا الاخوان الحوت بزاف تما. الا صيدتي بالنهار وصيدتي بالرق راه غادي تشد الحوت،
ولكن في الاماكن الرمليه، اما لو كنتي في الاماكن الصخريه ضروري ما تغلط، ومن الاحسن تصيد فيها بالليل وغلط شي شويه الخيط وراه غيكون على خير ان شاء الله، دير طعمه مزيانه وغادي تشد الوحش باذن الله. باذن الله. شكرا الله يسعدك. الى ندوزو السؤال اللي تابعو من عند الاخ هذا داير اخبار وطنيه، تيقول السلام عليكم اخي، ممكن نعرف شنو الحوت اللي داير في مهديه في هذه المنزله؟ يعني المنزله اللي كاينه دابا راه يسعد الى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خويا. هاد المنزله دابا حاليا الحوت اللي داير في مهديه شغادي نقول لك داكشي قليل، ما كاينش شي حاجه تذكر يعني، كاين بعض الحوت رقيق بحال الكلفوط داك الصغير ولا الصول في بعض الاماكن جات المرصى ولا جات داك المون جديد، اما الفوق ما كاين والو تقريبا، نقول ما كاين والو صافي يعني بمقارنه مع الايامات على هذا الوقت راه كان الحوت ديال بصح على هذا الوقت هذه راه ما تحكش راسك، هاد العام شويه ناقص. كنطلبوا الله خير ان شاء الله وتبدل هاد المنزله ان شاء الله. رئيس عبد الاله الجواب كان واضح. ندوزو للسؤال اللي تابعو من عند الاخ تقني، تيقول السلام عليكم خويا عبد الاله توحشناك، عندي واحد السؤال الله يجازيك بخير، واحد القضيه محيراني، واحد الصديق تاعي شرا قصبه ب 1500 درهم وتهرس ليه الراس، القصبه حيت كربون، علاش القصب تاع الكربون غالي وكيتهرس؟ واش هذا منطق؟ نعم خويا راه هذا منطق، راه الكربون كنعرفو حنا الكربون الى كان مثلا الى كانت القصبه كربون راه كتكون فراجيل، راه كاين المعادن اللي هما فراجيل. انا نعطيك على سبيل المثال مثلا هو صلب الكربون بزاف، ولكن الا درتي شي شوك ماشي هو هذاك ولا طاحت شي طيحه خايبه راه غادي تشق. اما باش تبغي تهرسها هكاك عندها مثلا مع الحوت ولا ما غاتهرس ليش الا الشوك، الشوك هو اللي صعيب بزاف على الكربون، كاع القصب اللي كيتهرس له الراس بالشوك ولا بالخطا يعني كيكون طيحه لا الكاليتي ديال الكربون راه صافي، لا 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 الحجر واخا تكون الكاليتي 100% كيبقى دائما الكربون صعيب في الشوك، يقدر يتهرس في اي لحظه واخا تكون القصبه ساويه مليون، دير شي طلونسيه ماشي هي هذيك تشوكي القصبه شي شوك ماشي هو هذاك راه غادي يتهرس ليها الراس. هذا هو الميزه ديال الكربون، ها هو صحيح ايه ولكن فراجيل في نفس الوقت. اما القصب العادي اللي هو فيبر وداكشي راك عارف الميزه اللي فيه هو مزيان وصحيح، ولكن الغلظ والثقل الناس ما بقاتش كتحمل تصيد ديك القصبه غليظه بزاف وثقيله بزاف يعني ولاو كيتاجروا الكربون. كاين القصب كربون راه تصيد به الى كان الانسان كيعرف كيفاش يتهلا راه ما غيهرسهاش اخويا الى لا قدر عليها الله شي قدر وطاحت ولا شي حاجه بحال هكا، ونتمنوا السلامه للجميع. شكرا رئيس عبد الاله الجواب راه كان واضح. ندوزو للسؤال اللي تابعو رئيس عبد الاله من عند الاخ سيمو دو، تيقول السلام عليكم الرئيس عبد الاله، شكرا جزيلا على الافاده اللي كتعطينا، وبغيت نسولك الله يجازيك بخير، واش ممكن نعمر الماكينه ب 35 وندير بعض لاين ديال 50 في المناطق الصخريه، خصوصا اذا كان ممكن شحال نقدر ندير ديال 50، واش حتى يدخل الماكينه ولا غير 2 متر كافيه؟ وشكرا جزيلا لكم مره ثانيه. تحياتي خويا، الا كنت كتصيد شي اماكن صخريه اللي هي صخريه يعني كاين الصخر بزاف ممكن دير 50 حتى يدخل في الماكينه، هادي راه منطق يعني كل ما طولتي في البادلين ديال 50 مزيان ليك، علاش؟ لانه يكون كامل على الحجر، حيت كاين شي مناطق كتبدا من جناب الكوشطه وانت غادي في الحجر حتى البلاصه فين غادي تلونسي، يعني كاع ديك التشحيطه ديال كامله غتكون فوق الحجر تقريبا، وكاين المناطق اللي فيها الحجر غير شويه لداخل هذيك حتى درتي واحد 3 متر د الباطلي اللي قدام ديال 50 راه مزيانه، اما الا كان الحجر يعني كثير هابط حتى الكوشطه صعيبه شويه، ولكن غادي تحاول يعني تدخل الباطلين في الماكينه يعني يكون عندك على طول تشحيطه تقريبا. شكرا الرئيس عبد الاله الجواب كان واضح. ندوزو للسؤال اللي تابعو من عند الرئيس سيمو بيش، تيقول تحياتي خويا عبد الاله، انا من المتتبعين ديالك، عندي واحد السؤال، انا كنصيد بالطعم الدوده من الميلبات، اين بلاصه تنصحني نصيد بها في المهديه؟ تحياتي خويا سيمو. بالنسبه للدود ولا الميلبات خويا راه تصيد بها في اي بلاصه، تقدر تصيد على جهه البحر في التهراس، تقدر تصيد بها جهه داك المون جديد ما بين الشوايه، وما تصيد بها في المون الفوق، يعني الدوده راه كطعم راه كياكل عليها كاع الحوت اللي كيدخل للواد، راه تقريبا كيدخل على ود الدوده
يعني فيما مشيتي تصيد بها راه مزيان تصيد بها، حتى في الكوشطه راه مزيان، راه حتى الدوره تضربك على الدوده، حتى المعزه راه كتضرب على الدوده على الميرباط، البوري كيضرب على الميرباط، الدرعي الكرفوط كيضرب على الميرباط. شكرا رئيس عبد الاله، الجواب كان واضح. ندوز للسؤال الاخير من عند الاخ حسن فرتو، تيقول لك الرئيس عبد الاله تحياتي، شكرا لك على المعلومات اللي كتعطينا. والسؤال ديالي، واش ضروري ندير العقده في الترقيعه ديال التقاله؟ تحياتي لك خويا وتحيه متبادله. كيفاش دير العقده زعما البلوما الخيط؟ الرئيس عبد الاله من البلوما الخيط يدير، انت دير واحد العقده ما بين البلوما وما بين الصناره. علاش هاد العقده غادي ديرها مثلا باش تقطع من تم؟ باش تقطع زعما الا كان شي حوت قال زعما علاش كيديروها زعما هذيك العقده؟ يعني الخيط، خص الخيط اللي بغيتي دير فيه العقده خصك ما تكونش اصلا داير الكوليس. الا درتي الكوليس راك حلتيها، يعني الا درتي ديك العقده الوسط راه يتقطع غير بشي كلشي. خاص العقده الا بغيتي ديرها في البلومه كتكون انت داير مثلا اميريون ديال ثلاثة، داير الخيط ديال البلوم بوحدو، الخيط ديال الترقيعه بوحدو، والخيط اللي جاي من الماكينه بوحدو، باش حتى تقطع الخيط ديال الماكينه كيبقى المونطاج كامل الاخر. هذه واخا والعودي غادي دير العقده، ممكن دير خيط رقيق ضعيف، راه كاين الخيوط كاملين ضعاف تقريبا رقيق، وتخدمو حتى لو غلت ولا شي حاجه راه غير كتجرها هكا كتقطع. شكرا الرئيس عبد الاله، وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديال الاسئله مع الرئيس عبد الاله. شي كلمه الرئيس عبد الاله؟ الكلمه دائما غادي نقولها ونعاودها، كل احترام والتقدير للاخوان ديالنا كاملين، وكنشجع كي على كنحييهم على داك التشجيعات ديالهم وعلى دوك التعليقات الطيبه ديالهم اللي في الحقيقه راه اللسان كيعجز على الشكر ديالكم. كل التقدير وكل الاحترام عليكم. وبالنسبه اخوتي لفتره الاسئله راه كيكونوا اسئله بزاف، تبغوش نطولوا في الحلقه باش ما تجيش ممله، راه كنحاولوا نقسموها على جوج حلقات. راه اللي ما سمعش السؤال ديالو اليوم راه يسمعوا في المره الجايه ان شاء الله. ودائما كنحييكم وكنحترمكم، شكرا على الدعم ديالكم، تحياتي لكم اخوتي.